خلال مباحثات جمعته برئيس مجلس النواب السيد حبيب المالكي، أكد رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة السيد بولقاسم حيدرة ريادة المغرب في دعم العمل الإفريقي المشترك. المسؤول الإفريقي اغتنم هذه المباحثات لطلب دعم السيد المالكي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتنظيم ندوة حول الهجرة. Avec le leadership du président de la Chambre des représentants, nous sommes certains. خلال هذا الاجتماع طلبنا دعم السيد حبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي لتنظيم لقاء مشترك حول قضية الهجرة. نتطلع إلى دعمه من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب لتنظيم ندوة دولية حول دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة تحديات الهجرة. des conseils économiques et sociaux face aux défis de la migration. خلال هذه المباحثات التي حضرها نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونائب رئيس الاتحاد، قدم السيد حيدر شروحات حول تاريخ وأهداف الاتحاد الذي يضم ممثلين عن حوالي 20 بلدا إفريقيا. المسؤول استعرض أيضا أبرز محاور خطة عمل الاتحاد، معربا عن رغبته في تنظيم لقاء مشترك مع مجلس النواب حول ظاهرة الهجرة ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في معالجتها، خاصة وأن المغرب سيستضيف المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018.